Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Arapça 2 kitabı 4. ünitesinin okuma parçasını sizlere okuyacağım. Okuma becerinize katkı sağlar diye. Hubbul Kur'an. Fil utlati s-sayfiyyeti yezhebul atfalu fi Türkiye ilal mesacid li taallumi kiraatil Kur'anil kerimi ve li hifzi ba'dis suvari vel ed'iyeh. عائشة طالبة ناجحة في المدرسة الابتدائية وذهبت في العطلة الصيفية الماضية إلى مسجد قريب من بيتها وتعلمت قراءة القرآن الكريم هناك وحفظت بعض السور منه وهي الآن تقرأ القرآن جيدا. قال أبوها لعائشة يوما: هل حفظت سورة الإخلاص يا ابنة الشاطرة؟ قالت عائشة فورا: نعم يا أبي، ويمكنني أن أقرأها لك الآن. فقال لها الأب: إذن اقرأي سورة الإخلاص. فقرأت عائشة هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسعد الأب بقراءتها السليمة وشكرها لنجاحها وحبها للقرآن. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.